والله احنا عندنا اداره نشطه شويه اسمها اداره التنميه الرياضيه، هي يعني احنا مهتمين بيها في ظل استراتيجيه الوزاره، لان هي بتمثل اكثر من 60% من اعمالنا اللي مرتبطه بالصحه والرياضه، دورها في التنميه والتنميه دورها في الرياضه ايه. علشان كده الاهتمام بالماراثون او الجري او المبادرات درجتك صحتك او حتى يعني الرياضه في الكره ذات الحاجه، ومشاركتنا ان شاء الله في حياه كريمه مبادره فخامه الرئيس، مش بس في المجال الانشائي وتطوير مراكز الشباب، لكن في المعطيات اللي احنا نقدر البرامج اللي نديها لهذه الكره. النهارده نموذج منها من العاصمه للجلاله، من العاصمه للجلاله حوالي 100 كيلو، احنا على طبعا جزء من العاصمه موجودين مع مدينه مصر الاولمبيه، اكبر يعني حدث او اكبر انشاء عالمي رياضي هيكون موجود مع افتتاحه للجلاله. طبعا الجلاله مدينه كبيره جدا، تطوير كبير جدا، اكيد يعني الشباب اللي موجود هيروحوا يشوفوا كمان من خلالكم، هتوروا مصر كلها ايه اللي بيحصل يعني.